النجاح ما فيهوش واسطة، والطريق لقلوب المعجبين مفروش بالتعب. ابدع، حاول، اجتهد، تلات كلمات ممكن يلخصوا مشوار شيرين الفني. ابدعت في الغنى، حاولت تقدم جديد يفتكروا الناس، اجتهدت انها تفضل في الصدارة، علشان كده هتفضل قريبة من قلوب عشاقها، وصوتها مرسال الغرام والعتاب في ليلهم. وانت بتنقي غنوة، هل بتروحي ورا تجيبي غنوة شبه حالتك؟ لا، صعب جدا اختار 10 أغاني او 8 أغاني للناس كلهم في حالتي. لا، بس لما انا هقولك سري في اختيار الاغنية بحد ذاتها. كويس. الكلمة اول شيء، الكلمة، الموضوع تاني حاجة، القالب اللي هيتحط في الموضوع، هل يمثله ولا ما يمثلوش؟ تالت حاجة التوزيع، المزيكا، نوعية المزيكا. بس انت اول تاتش بينك وبين الغن والكلام. الكلام طبعا. يعني هل ممكن ترفعي السماعة على حد مثلا تقولي له انا مودي كتير زي الأطران، ممكن تعملي حاجة شبه كده؟ حصلت كتير مع أستاذ بهاء الدين محمد مثلا، قلت له مرة أنا عايزك تكتب لي غنوة بتقول قال صعبان عليه وبيطمن عليا، قولوا له لسه عايشة وسكت، فكملها لي. قال صعبان عليه وبيطمن عليا، قولوا له لسه عايشة وكل شيء حلو في عينيا. قال صعبان عليه، قال يعني بريء حنيا وجرحني جرح هاي، قال يعني لو بموت بالبعض انا هغلط وابين، قال يعني بريء حنيا وجرحني جرح هاي، قال يعني لو هموت بالبعض انا هغلط وابين. كتير بيحصل ان انا ارتجي الحاجات وادي الشعراء زي ما حصل في اغنية مصر. فلقيت نفسي ماشيه بقول تحيا مصر وشعب مصر وارض مصر وعاشت مصر وتحيا الامه العربيه بلد بلد، وعمر الدم ما هيبقى ميه لابد الابد. غصب عني كلام خرج جوايا، والحقيقه قلت لنادر طلعه حلو. ويعني عندي بس ده موقف، ده موقف انت بتردي فيه على مشاعر خاصه بموقف خاص. لكن انت لما غنيتي يا ليل كمان كان موقف خاص. لا ده يا ليل ده اكيد في مواقف من دي كتير. يعني لا انا قصدي اقول انك لما غنيتي لمصر ما لعبتيش الغنوه الوطنيه الساذجه التقليديه خالص، اللي هي يقول لك يلا عشان عندنا 6 اكتوبر هنغني شويه اغاني يا مصر، يعني عود كلهم يقولوا. فروحتي قايله ما شربتش من نيلة، فروحتي في سكه اللي لا مناسبة ولا زمن يحد الغنوة دي طبعا، يعني بتاعت كل الناس. بتاعت كل الأزمان. عايز أقول لك إن دي من أكتر الأغاني الوطنية اللي بتتغنى في أي بلد عربية. الناس بتطلبها مني، يعني جمهور المغرب يطلبها مني، جمهور تونس يطلبها مني، أي جمهور عربي بيطلب الأغنية إنه بيحس إنه ليه فيها. تعرف طبعا ان هم استخدموها في اوقات كتيره جدا كان الاحتياج ليها عالي قوي. طبعا زي مثلا كابتن حسن شحاته. عايزه اقول له كل سنه وانت طيب يعني يا كابتن مصر. هو حكى لي كابتن حسن. اتفضل. يعني وبحيي كل اللعيبه الحقيقه، اذا كان الاهلي او الزمالك، كل سنه وانتم طيبين، واكيد وحشنا ان احنا نحضر ماتشات فيها جمهور، بس ان شاء الله باذن الله وناخد كاس افريقيا والحاجات دي. طبعا ان شاء الله كالعاده يعني. ونوصل كاس العالم والحاجات دي باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ما شربتش من نيلها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها. النيل تبر سايل بين شطين، شط فيه الامان وشط فيه كل الحنان. النيل مش مجرد نهر، النيل حياة أساس لوجودنا. ما شربتش من نيلها، طب جربت تغني لها،
جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكل، ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها، ولا لك صورة على الرملة كانت عالشط في مواني. الف الدنيا مفيش بعديها، ان غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وان جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب يعني. اما انت عارفه زمان كان كنا لما نسافر بره توحشنا البلد قوي قوي، بعد اول اسبوع وملامح منها بسيطه يعني تلاقينا قاعدين نقول فين التمشيه على الكوبري لا بس بقى بس كوز الذره بيتفجعل يعني، هو ده مصر بقى، كوز الذره في العصاري والحاجات دي. وبعدين جت فتره في ناس بقى صدرها غضبان من الازمات يعني صدرها ضيق، الغنوه دي تزيل كل الضيق ده اللي انا بكلمك عنه ده، انك يبقى مخنوقه من انه في مشاكل. اه فما تسافري بره ساعات تقولي يعني شويه عارفه شويه هوا، لا تسمعيها تبص تلاقي نفسك برضو هي الحمد دي اللي بتربط طول الوقت. بصي انا كمان عندي عاده كل القريبين مني عارفينها، ان انا لما اسافر بره عندي اللابتوب بتاعي او الايباد لازم اشغل يا اشاعه حب يا بكيزه وزغلول حضرتك، لان انا ليا يعني انا عايزه اتكلم معاكي شويه في بكيزه وزغلول. يعني الحقيقه انا عارفه ان هي تاليفك طبعا، يمكن الساده المشاهدين مش كلهم يعرفوا انا قد ايه بحب المسلسل ده وقد ايه بموت فيكم انتوا الاثنين مع بعض، وكنتوا عاملين ثنائي جميل وبيضحك وبسيط وزغلول هو زغلول، هي كل البنات المصريه. وبكيزه دي كانت حاله يعني انا نفسي تكلميني
شويه بقى اعمل لك مذيعه شويه. اه اختي تحت امرك يا سلام، ده انت لا تأموري. بجد انا عايزاك تكلميني على العمل ده، ازاي عايش لحد دلوقتي بالجمال ده، وازاي بيضحكني لحد دلوقتي، وازاي مش عارفه ازهق منه. عشان بسيط زي ما انت قلتي كده، عشان كان بيتكلم عن مشاعر بسيطة جدا فيهاش الفزلكة. فاكرة ما كنت بتقولي أيوة. اللي بيعمل الوش ده أيوة. في لحظة كده تحسي انه اللي بيكتب دراما ده بيحط قوالب، اذا ابتدى يحط قوالب اعرفي انه أيوة. خلاص بقى دخل في الفولس مش في الحقيقي. وبعدين انا حطيت نفسي انا ست وهي ست وعارفة وعشت الحياة دي والحياة دي، فعارفة مطالب دي ودي. وما كانش وارد ابدا انك تشوفي ناس بالطبيعه دي، يعني مثلا سهير ليها مشاهد قايمه من النوم فشعرها واقف كده واقف مش طبيعي. وانت كنت بتضحكي بجد على فكره، انا كنت بشوفك تحت الغطا لما قلتي بتاتيه هي كانت بتضربك بجد وانت كنت بتضحكي بجد بتقرم بجد. شيرين مش معقوله اقول لها بتقربي ليه؟ طيب خلاص وشك باين انك جوه ليه بتقرمي؟ عشرة بلدي عشرة بلدي يا مفترية، وانا سكتالك قدام العالم عمال يرقصوكي وانت عمالة اديله واديله على واحدة ونص يا مفترية، مفيش احترام ليا. مصيبة. ما انت خدت النقطة رجعتيها، كان زمان معانا قرشين ناكل بيهم بكرة. اخرسي. علشان كده الراجل جه قال لي المشيو بتاع المحل بتاع العوالم اللي زيك، قال لي مدام، قلت له نعم بفتكر هيتأسفني، قال لي ممكن تجيب الست اللي وياكي دي تشتغل عندي وهديكي 10% وطبق مكرونة. اسخب كعب الجزمة. يا لحمي يا لحمي اللي اتهرش يعني. يا ما يا هني اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا بنت؟ كفايه ضيعتي مع قلبي. كفايه. قومي الكعب ده انا هوريهولك الكعب ده. قومي يا بدران، مش خروج بعد كده. قومي بس حلي قلبي وبعتي الكوفرتير. اوف استحاله اتفضحت يا امي، اتفضحت خالص. كل سنه وهي طيبه حبيبتي. وانا حبيبتي. اذا يعني لو تشرفيني بقى واذا عملت حاجه كوميدي لايت كوميدي لازم بقى حضرتك تكتبيها. يا سلام ويا سلام ريت. والله العظيم يا ريت. وفي دماغي. يلا يلا وحياه ربنا دي دعوه. انا اتدبست بس تمام. ايوه انا بحب التدبيس. لا بصي الطبيعه فظيعه الطبيعه يعني طبعا. مين كان يقعد يقول انا فرشه سناني بقت شعره واحده وعايز مش عارف اعمل ايه؟ فالناس حاسه. لا وانا قلت لك على المشهد بتاع الصوابع لما قلتي لي، على فكره انت والمخرج بس اللي كلمتوني على مشهد الصوابع اللي بتكلم بعديها صوابع رجليك ودي. لا انا بفلي الحاجه الحقيقه يعني لما بتفرج على عمل، وخصوصا انا شويه عندي وفاء للاعمال الدراميه. بحب اتفرج على عمل بفليه تفليه واشوفه مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني قد ايه حبيتك لما زغلول واحد الدكتور مسك ايديها، روحتي ماسكه ايدك قعدت قد ايه؟ هنا بينتي ان الست ست، حتى لو كانت بشنب، حتى لو كانت ما شافتش ريحه الدلع، الست فعلا بتبقى ست. وهو ده اللي انا يمكن كنت بقوله لك في اول الحلقه، ان لازم الست تفضل ست. حقيقي. حتى لو كانت شكلها ما يساعدهاش، حتى لو ما كانتش غنية، لازم تبقى ست. يعني أنا أحب جدا لو في راجل، لو أنا متجوزة مثلا راجل، لو أنا ست غنية هعمله اللي أقدر عليه، ولو أنا فقيرة أحط له شمع على الطبلية وأعمل له طاجن عكاوي وأستناه بالليل لما يجي. يعني الشاعرية مش بفلوس. الشاعرية مش بفلوس. يعني أنا كان نفسي قوي، أنا شخصيا كان نفسي أتجوز ميكانيكي او راجل بيشتغل في الحداده عشان يجي لي بالشحم وكده وبالفانيلا الكات دي ويبقى عضلاته كبيره كده، واقوم انا بقى احميه واحضر له بقى الطبليه. كان نفسي قوي اسكن في اوضه فوق فوق سطوح مثلا، ونقعد بالليل بقى كده ومربيه يعني شويه بط وبتاع ماشي. ايوه يعني سيبك من الاصوات الحيوانات اللي ممكن تضايقني دي، بس كان نفسي قوي العيشه دي الحقيقه. ده دليل انك انت الافلام الشعبيه كانت بتمسك جدا جدا وحابه المود ده والاتموسفير ده جدا. وبحب الراجل ده، انا بحب الراجل المصري قوي ده الخشن ده اللي بيجي كده ده. والله حاجه لطيفه جدا.